لو الحكايه فيها ان فيتو الحزن فاروكو لحظه صمت صغيره قبل ما اكمل كلامي. شكرا. شكرا لحضراتكم. اللحظه دي هي رساله من حضراتكم واحنا بنحتفل بهذا الصرح للعالم كله. هذه هي مصر، مصر الحضاره، مصر الاصاله، مصر اللي هي وقفت كتير جدا في ازمات كثيره وبتمر بيها وبتمر بازمه حاليا، ان شاء الله هنعدي منها جميعا.